100 محبوس اللي راح يكونوا جزء منهم في التشغيل في مختلف الورشات التابعه لهذه المؤسسه، سواء الصناعيه او سواء الاخرى الخدماتيه، الطلاء، المساحات الخضراء والنظافه الى اخره، حسب المؤهلات تاع المحبوسين. وايضا في مجموعه اخرى بعد افتتاح السنه التكوينيه في اكتوبر لهذا ان شاء الله، راح تكون مجموعه اخرى يعني تكون هنا في التكوين، تستفيد من التكوين عن طريق التمهين في هذه المؤسسه. واللي تبشر بالخير ايضا هو تصريح تاع السيد الرئيس المدير العام انه تكون عندهم اولويه ان شاء الله حسب الكفاءه تاعهم، حسب القدرات تاعهم بعد نهايه العقوبه، انه يعاود يدمجهم في هذه المؤسسه. هذا شيء يبشر بالخير. ثم تعرفوا انه سياسه اعاده الادماج على مستوى داخل المؤسسه العقابيه نعتبرها سياسه ناجعه، لانه الارقام هي اللي تتكلم على نفسها. لما تشوف 63% اللي نجحوا في شهاده البكالوريا محبوسين، لما تسمع 44% نجحوا في شهاده التعليم المتوسط، 6000 محبوس في محو الاميه، اكثر من 10000 محبوس في اقسام حفظ القران الكريم، 44000 محبوس، هذه احصائيات العام 2023 2024، 44000 محبوس مسجل في مختلف اطوار التعليم من محو الاميه حتى التعليم الجامعي، 1229 محبوس اذا انتقل للسنه الثانيه جامعي في اطار اتفاقيه مع جامعه التكوين المتواصل، 72000 محبوس اللي كان مسجل في التكوين المهني في 160 تخصص بين دو في دورتين. يعني ارقام يعني تاكد على النجاعه والنجاح تاع سياسه اعاده الادماج. الان احنا رانا امام رهان اخر وتحدي اخر، وان شاء الله نوصلوا ليه، اللي هو تشغيل المحبوسين اولا في الورشات التابعه للديوان اللي قد يقدر العدد تاعها 141 ورشه، في النجاره، في الحداده، في النجاده، في الخياطه، صناعه الاحذيه الى اخره، وايضا في 28 ورشه فلاحيه للديوان راهي تستصلح اكثر من 6000 هكتار على المستوى الوطني. في نهايه اكتوبر ان شاء الله راح نبدا استصلاح 400 هكتار في 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 اضرار اللي راح تكون الانتاج تاعها من الحبوب، اللي راح نساهم في الاقتصاد الوطني ونساهم بها ايضا تكون مساهمه من المحبوسين من وزاره العدل بصفه عامه والمديريه العامه لاداره السجون في المخزون الوطني للحبوب. المحبوسين هذوما عندهم الحمايه الاجتماعيه، نامنوهم، يامنهم الديوان يخضع للحمايه الاجتماعيه، وايضا يستفيدون من شبه راتب بين 20 الى 60% من الاجر القاعدي الادنى المضمون.